طيب اذا هلا احنا هون بدنا نكمل بدنا نشوف نلاحظ العلاقه بين الدرجات الكهربائيه والدرجات الميكانيكيه. هلا نسال السؤال كم بول انا عندي هون؟ بدنا نشوف لو انا جبت حلقه والحلقه حطيتها بهذا الشكل ومررت فيها كرنت، هاي كرنت ان امبيرز، والحلقه هاي مررتها في داخل هاي، شو راح يتكون كانه في داخلها؟ ماجنتيك فلوكس دنسيتي. الماجنتيك فلوكس دنسيتي كاني جبت ماجنت، انا ما جبت ماجنت بس كاني جبت ماجنت. واضح انه هذا بلف بهذا الشكل هيك. كيف راح يكون الماجنتيك فلوكس دنسيتي؟ فهون راح يتكون كانه عندي نورث وهون راح يكون عندي ساوث. اذا الكويل الواحد 1 الكتريكال كويل كم ماجنتيك بول اعطاني؟ كم ماجنتيك بول؟ هو ماجنت بس الماجنت الواحد كم بول له؟ اذا each electrical coil produces two magnetic poles. في الواقع ما عمره راح يكون عندنا one magnetic pole. تمام. اذا we always have them in pairs. شو يعني they always come in pairs؟ يعني دائما عندنا اياهم اثنين N و S. اذا هون بهاي الحاله كم magnetic pole عندنا per phase؟ per phase 2. اذا هذه هون 2 magnetic poles per phase. Phase لأنه هذا الـ هذا له 2 poles، هذا له 2 poles، وهذا له 2 poles. تمام؟ إذا when poles equals 2 poles per phase بكون electrical degrees بتساوي ميكانيكال ديجريز. شو يعني الكتريكال ديجريز ميكانيكال ديجريز؟ لما تمر 1 سايكل 360 درجه كهربائيه شو بكون صار هون؟ 360 درجه. اذا ان 1 الكتريكال سايكل روتيشن عندي هون F F اللي هي الفريكونسي و N اللي هي revolutions per second. اوكي؟ اذا كان السبلاي 50 هرتز ايش راح يكون هذا ريفولوشنز بير سكند؟ كم مره راح يلف بير سكند الماجنتيك فلوكس؟ 50 مش هيك؟ مضبوط؟ بس هذا بيكون امتى بيكون لما يكون عدد البولز؟ 2. لو صار عدد البولز 4 بصير لما يكون عندي 50 هرتز راح يلف نص لفه فبصير عندنا هلا طبعا بقدر اضرب الجهتين بصير اضرب الجهتين ب 60 مش هيك؟ بصير اضرب الجهتين ب 60
إذا ضربت N RPS revolutions per second في 60 شو بتعطيني؟ شو بتصير الوحدة؟ بدل ما تكون revolutions per second شو بتصير؟ minute. revolutions per minute. فبصير عندي هون 60F بتساوي N وحدتها revolutions per minute. مين اللي شائع أكثر؟ RPS ولا RPM؟ RPM. معظم المحركات لما تطلع عليها رح تلاقي محطوط عليها الرقم من RPM. 1500 1700 اوكي ار بي ام. اذا هون 60 بس لازم نضيف عدد البولز عدد البولز بير فيز عدد البولز فراح يكون عندي هون هاي التنين ايش بعمل فيها اذا بدي اطلعها وين بتطلع هذا القانون شو بقول؟ ولازم أن بي إيش هي تعريفها؟ إيش بي؟ number of poles number of poles per phase واثنين واضح من وين إجت لأنه أنا بدي the pairs of poles ما في شيء بيجوش هم مفردين فبقسم البي على اثنين وين اختفت اثنين؟ طلعت وضربت بالستين إف اللي هي بتلاقي كي خمسة بلاي شو بتعطيني؟ مين اللي بيعمل روتيشن على هاي السرعة؟ مين اللي بيعمل روتيشن على ار ان ار بي ام في المحرك؟ مين اللي كان يلف على هاي السرعة؟ زمانه بار تاني؟ ايش اللي كان يلف هون؟ مين اللي كان يلف على هاي السرعة؟ المثل. لا لسه ما صارش في حركة في شيء اللي لف شو اللي لف هون؟ شو الأسود هذا الفيكتور الأسود؟ الماجنتيك فلوكس دنسيتي. إذا اللي بلف على هاي السرعة هو rotational speed of the magnetic flux density rotational speed of the magnetic flux density b vector طبعا اوكي نت هذا عماله بلف على هاي السرعه f اللي هي دي فريكوانسي تبعت السبلاي و p اللي هي poles per ايش per phase f اللي هي الفريكونسي تبعت الثري فيز الكتريكال